سعادة رئيس المؤتمر، سعادة السيد الأمين العام، سعادة السيد نائب الأمين العام، أصحاب السعادة، مدراء المكاتب الثلاث، الأخوة، رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الرئيس، اسمحوا لي بداية ونيابة عن حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية أن أتقدم بأصدق عبارات الشكر والتقدير لحكومة وشعب الأرجنتين على حسن الضيافة والحفاوة البالغة التي نحظى بها، وكذلك على براعة الترتيبات والإعداد لهذا المؤتمر الهام. أيها السيدات والسادة، لعل الجميع يتفق أن العالم اليوم يختلف كثيراً عما كان سابقاً في مطلع الألفية، فعلى الرغم من تقدم معدلات النمو في القطاعات كافة، فلا يزال الفقر والجوع وشح إمكانيات التعليم والصحة والمياه تشكل تحدياً كبيراً لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. ومع أنه تحقق النمو في العديد من بلدان العالم، فإن التفاوت آخذ في الارتفاع، بالإضافة إلى الضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية. وفي الوقت نفسه، فإن مكاسب التنمية التي تم تحقيقها بجهود مضنية مهددة بسبب تغير المناخ والنزاعات الأكثر توتراً، فضلاً عن الأزمات السياسية والإنسانية والاقتصادية. أيها السيدات والسادة، إننا نجتمع هذا اليوم لنبدأ مرحلة جديدة من عمر قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات في التنمية العالمية في عيده 25، مع إعادة التأكيد على التزامنا بإطار متجدد وأكثر طموحاً للتنمية، ألا وهو أجندة التنمية المستدامة وفي جوهرها أهداف التنمية المستدامة ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيقها، وذلك لرسم مسار جديد لدور الاتصالات في التنمية على مدى السنوات المقبلة من خلال شراكة عالمية معززة لذلك. لذا فإننا نأمل أن نتوصل في هذا المؤتمر لما يعزز الدعم لرسالة قطاع تنمية الاتصالات وأهدافه الاستراتيجية ومساهمته في الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة المقبلة، بالإضافة إلى خطة عمل تنمية الاتصالات التي تشمل المبادرات الإقليمية والتوصل إلى قرارات ومسائل جديدة ذات أولوية لدولنا. الحضور الكريم، إن أهداف التنمية المستدامة هي أهداف عالمية، إلا أن التحديات في تحقيقها وتوظيف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجعلها ناجعة في تلك البلدان إنما هو سمة خاصة في كل بلد. وقد استند نهجنا في المملكة الأردنية الهاشمية في الإصلاح في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات التي خلت على عملية تطويرية شاملة ونابعة من الداخل، تقوم على الاعتدال والانفتاح والشفافية وتعزيز الثقة بين الشركاء، مع التركيز على الريادة والابتكار وخلق فرص جديدة لجذب الاستثمار وتمكين الشباب واستحداث فرص جديدة لهم لرفع مستوى معيشتهم. وبفضل الرعاية الملكية لهذا القطاع، فقد نما وتطور واستطعنا أن نحول التحديات إلى فرص. واسمحوا لي أن أستعرض لكم وبشكل مختصر أهم الملامح الرئيسية التي ستصاحب تطور وتنمية قطاع الاتصالات في الأردن خلال السنوات القادمة. ففي العام 2016 تم الإعلان عن إطلاق خطة عمل لمبادرة ملكية تنص على أن يكون الاقتصاد الأردن رقمياً بحلول عام 2025، وذلك لتمكين الأفراد والقطاعات والشركات من تطوير أعمالهم بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني. وترتكز خطة العمل على محاور أساسية، وهي المحور الأول ويركز على الإبداع وتطوير أدوات وخدمات القطاعات المتخصصة، أما المحور الثاني فيركز على الإبداع في القطاع العام وتطويره وتشجيعه على تطوير التكنولوجيا
من خلال توظيف أدوات تكنولوجيا المعلومات في كافة المعاملات الحكومية والتحول للحكومة الذكية والغير ورقية. المحور الثالث ويركز على الشراكات الريادية والناشئة، أما المحور الرابع فيركز على تطوير الموارد البشرية بما يتماشى مع احتياجات السوق، والعمل على سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. أما المحور الخامس فيركز على إيجاد بيئة تشريعية وبيئة أعمال مستقرة وحاضنة للرياديين والشركات والاستثمارات، فيما يركز المحور السادس على تطوير البنية التحتية الذكية والتي من شأنها توفير قاعدة قوية للشركات ومنتجات القطاعات الرقمية. الحضور الكريم، مما لا شك فيه أن المناقشات التي سيشهدها مؤتمرنا هذا ستأخذ الجدية اللازمة في تحديد أولويات تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ناهيك عن إسهامات الدول الأعضاء والشركاء في القطاع والتي ستكون موضع تقدير ورعاية. ختاماً، أشكر لكم حسن استماعكم وأتمنى لكم ولهذا المؤتمر كل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.